أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في 4 يناير مبادرة نوابغ العرب كأكبر حراك علمي في العالم العربي بميزانية قدرها 100 مليون درهم للإشراف على النوابغ المتميزين في العالم العربي من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين والمبدعين العرب في شتى المجالات ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير محتوى علمي عربي وتمكين نوابغ العرب من نشر أبحاثهم ومؤلفاتهم وأفكارهم.